رصاصة للقاي البكار المحليات، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. نسير مباشرة مع مقدمة هذا الشوط، أرى اللي في المركز الأول في هذه اللحظات مياسة، في المركز الأول للسيد محمد بن فري بن عتيج المهيري، ننتقل إلى المركز الثاني حملولة للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري، وفي المركز الثالث زمايم، في المركز الثالث للسيد مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز الرابع حملولة، في المركز الرابع للسيد السهيل بن عبيد بن راشد الخيلي، وفي المركز الخامس المركز الخامس الشاهينية للسيد سيف بن محمد بن سعيد العفاري، وفي المركز السادس شواهيل للسيد محمد بن سعيد بن منانه الاجتبي، وفي المركز الثامن العزرة، في المركز الثامن في هذه اللحظات للسيد حياب بن مطر بن حاذا الاجتبي، وفي المركز التاسع لون للسيد سالم بن سيف بالكليب الاجتبي، وفي المركز العاشر أرى اللي في المركز العاشر الشاهينية للسيد سعيد بن محمد بالعضيلي العامري. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. أرى الآن هملولة بدأت تغير، بدأت تنتقل ودتنفع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري، دافع بهملولة في هذا الصباح وفي هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني مياسة العود، هنا في المركز الثاني للسيد محمد بن فري بن عتيد المهيري، وفي المركز الثالث هملولة، في المركز الثالث شعار عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، والملكية تعود للسيد سهيل بن عبيد بن راشد الخيلي. المركز الرابع شواهيل للسيد محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي. المركز الخامس لون في المركز الخامس للسيد سالم بن سيف بالكليب الاجتبي، وفي المركز السادس الشاهينية للسيد سعيد بن محمد بالعضيلي العامري، وفي المركز السابع جبارة للسيد محمد بن مسمر بالقوبع المنصوري، وفي المركز الثامن الشاهينية للسيد علي بن خليفة بن بليجة الاجتبي، وفي المركز التاسع العزرة وصلت في المركز التاسع للسيد حياب بن مطر بن حادة الاجتبي، وفي المركز العاشر من الجانب الثاني يا سلام المركز العاشر الشاهينية للسيد سيف بن حمد بن سعيد العفاري. هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع إلى هملولة، السلالة الهملولية والدماء الهملولية في مقدمة هذا الشوط. يا السلام يا هملولة، هملولة لازالت سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري، وفي المركز الثاني هملولة للسيد سهيل بن عبيد بن راشد الخيلي، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد سعيد بن محمد بن عضيلي العامري، وفي المركز الرابع الشاهينية للسيد علي بن خليفة بن بليشة الاجتبي، وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس جبارة للسيد محمد بن مسمر بالقوبع المنصوري، وفي المركز السادس وصلت لون وعندها أداء متميز للسيد سالم بن سيف بن علي بالكليب الاجتبي، وصلت وانتقلت من مركز إلى مركز في هذه اللحظات تتسلل إلى المركز الخامس. المركز السادس شواهين، في المركز السادس للسيد محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي، وفي المركز السابع الشاهينية للسيد سيف بن محمد بن سعيد العفاري، وفي المركز الثامن هملولة للسيد علي بن محمد بن سعيد بن حميدان
الفلاسي، وفي المركز التاسع العزرة للسيد حياب بن مطار بن حاذة الاجتبي، وفي المركز العاشر اليذابة للسيد حمد بن سالم بن سليم الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة وإلى هملولة. هملولة لا زالت مسيطرة، يا سلام، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري، ونحن نقترب من لوحة الإعلان 1200 عن خط النهاية وعن هملوله وعن بقية المراكز. المركز الثاني أرى لون في المركز الثاني للسيد سالم بن سيب الكليب الاجتبي، وفي المركز الثالث الشاهينية، الشاهينية أيضا في المركز الثالث خطيرة تبالها مراقبة متابعة للسيد سعيد بن محمد بن عضيلي العامري، وفي المركز الرابع شواهيل للسيد محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي. وهملولة لا زالت مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا هملولة، هملولة والعصا لا زالت ما صدرت عليها أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر، لا طفيفة ولا خفيفة. ها يا هملولة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا هملولة للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري. يا سلام أهل الوثب الأقرب للسلامات. يا سلام وإنتاج بدع ثلاب. يا سلام من سلالة النصر بعير معالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد. يا سلام يا هملولة، هملولة في المقدمة لا زالت مسيطرة، سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام هملولة في المقدمة، هملولة والملاحقة والمتابعة من شواهين قادمة، شواهين شواهين لسيد محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي. هملولة وشواهين، المعركة شديدة، المعركة طاحنة، وهملولة لا زالت مصرة. بنقول سلام 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 عليكم يا أهل الوثبة، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري المركز الثاني، شواهين للسيد محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي. المركز الثالث الشاهينية للسيد سعيد بن محمد بن عضيلي العامري، وفي المركز الرابع لون في المركز الرابع للسيد سالم بن سيف الكليب الاجتبي. المركز الخامس، المركز الخامس العزرة للسيد حياب بن مطر بن حاذة الاجتبي. هذه النتيجة، توقيت هملولة ساعة وصولها إلى خط النهاية 7:46 ست أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن سيف الخصواني المنصوري المركز الثاني، المركز الثاني شواهين 7:46 ست أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية 7:47 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن عضيلي العامري. تهانينا للجميع والناموس.